دكتور يحيى الشيخ المحامي بالنقط. هو النهاردة كنا عندنا ندوة، وهذه الندوة بتعقد كل يوم سبت من 3 سنوات ماضية، محامين الأحرار، وبنناقش فيها استمرارا للأسابيع الماضية مشروع قانون السلطة القضائية المزمع إخراجه. فإحنا طبعا في هناك بعض الاعتراضات على قانون السلطة القضائية من جانبنا إحنا كمحامين، لأن إحنا بنعترض على بعض المواد فيه. القانون للأسف بيشيل أي حصانة عن المحامي أثناء تأدية عمله، وده طبعا لا يجوز، لا يجوز. المادة 18 وضعت مش قيود، محت حصانة المحامي. إذن المحامي طبقا لهذه المادة لو صدر لا يستطيع ولا يجرؤ أن يدافع عن متهم معه، لأنها بتقول فيما معناه أي اقتحام، أي إشارة بالقول أو الفعل أثناء الجلسة يقبض على من حاول هذا دون تمييز. وكلمة دون تمييز دي أنا لا أعتراض عليها، لأن دون تمييز لم تصدر في أي قانون من القوانين، لا في قانون العقوبات في نصوصه، ولا قانون الإجراءات الجنائية في نصوصه، ولا في قانون المرافعات، ولا في القانون المدني. حتى في القوانين الخاصة لم تصدر إلا في قانون واحد، ألا هو القانون 10 لسنة 91، وفي المادة 9 على وجه التحديد، ودي خاصة بالدعارة. إذن وضعت، هل هي وضعت للاستهزاء بالمحامي؟ ده تساؤل. إلى جانب بعض حاجات تانية طبعا أهم ما من وجهة نظري أنا، ما يعنينيش أنا ال 25% بتاعة تعيين المحامين في القضاء، لأن اللي عايز يشتغل محامي في وجهة نظري يبقى اشتغل محامي من المهدي إلى اللحد، وإلا كنا لجأنا. لا أنا في رأيي المحامي محامي. حتى يمكن أنا بعترض على لما القاضي بيخرج ويجي يشتغل محامي، حرم عليه نفسه، لأنه هو بيخرج على 70 سنة. لما بيحل المعاش بيحل على 70 سنة، يجي يشتغل محامي ما ينفعش. فطبعا احنا بنعترض او بنسجل اعتراضنا على قانون السلطة القضائية، وبنقول نحن مع استقلال القضاء ومع تطهيره ايضا. وبقول ان المحامين مش بلطجية، لا، المحامين بتدافع عن حقوق هذا الشعب، لأن أنا لو ما قدرتش أجيب حقي لن أستطيع أن آتي بحق لفرض، والفرض هو نواة المجتمع كما تعلم. بس أدي